هروح مع حضراتكم لفقرتنا اللي احنا وعدنا حضراتكم بيها منذ اسبوعين. هذه الفقرة ستبدأ معنا هذا الاسبوع وستستمر ان شاء الله على مدى الاسابيع القادمة. شهادة حق، شهادة حق في كل مرة فيها هنقدم لحضراتكم نموذج من شهدائنا الأبرار اللي بنحسبهم عند الله إن شاء الله شهداء. هنقول بطولاتهم، هنرصد كفاحهم وتميزهم وإخلاصهم من أجل وطنهم، وكمان هنبقى مع أسرهم بنساندهم لأن هم حقيقي بيتحملوا الكثير من أجل هذا الوطن. هم ضحوا بأبنائهم أغلى ما يملكوا من أجل بقاء هذا الوطن. هذه الفقرة هي شهادة حق مع زميلنا مصطفى سامي. الرئيس الشهيد مجدي الله يرحمه استشهد يوم فض ربع يوم 14/8. سبب استشهاده ان هو كان نزل يجيب مجند استشهد واتضرب بالنار في فض ربع، كان نازل يجيبه علشان يحميه، وكان بالمناسبه يعني لابس الخوذة دي علشان يسحب المجند ده من الارض، واتفاجئ بطلقه طلقه قناصه عدت من المدرعه اللي هو كان واقف وراها، كان واخدها كساتر واخترقت الخوذة واستشهد. شادي مجدي عشرة أكتر من 27 سنة صحاب، هو أخويا الكبير، هو اللي علمني حاجات كتير جدا في دنيتي وفي حياتي، هو اللي علمني إزاي أشتغل كضابط عمليات خاصة. كان من الشخصيات اللي ممكن ترمي نفسها في النار علشان تخدم حد تاني أو علشان تفدي حد تاني. كان من الشخصيات المرحة جدا، و اتصاب قبل المأمورية دي حوالي 3 مرات. اخر مره كان قال لي كلمه، قال لي يعني انا قربت، وهو بيضحك، قال انا كده قربت، وشك متسوق بالتعيين. يعني الله يرحمه كان مات وهو رافع صباعه متشهد وكان بيضحك، هو وكان الله يرحمه. ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي. رحم الله كل هؤلاء الشهداء. يبقى عندنا الحقيقة هذه الفقرة بشكل ثابت، وهذا أقل ما يقدم لهؤلاء الشهداء.